عن عمران بن الحصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال عليه الصلاة والسلام: انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قد قيد النبي عليه الصلاة والسلام عدم الفلاح بالأبدية، قال: ما أفلحت أبدا. وانعدام الفلاح للإنسان في الآخرة يكون للمشرك الذي أشرك بالله شركا أكبر. فماذا يقال عن هذا الحديث؟ يقال عن هذا الحديث إن بعض العلماء يضعفه كالألباني رحمه الله، وهناك من يصححه كالبوصيري في زوائد ابن ماجه، وكذلك الماتن رحمه الله قال: بإسناد لا بأس به. فعلى افتراض أنه ضعيف فلا حجة تقوم به، لأن الضعيف لا تقوم به حجة. وعلى افتراض أنه صحيح فما هو الجواب؟ فالجواب عن هذا أن تعليق هذه الأشياء في هذا المعتقد سبق معنا في توضيح عنوان الباب: باب من الشرك. قلنا يمكن أن يكون الشرك الأكبر إذا كان يعتقد أنها مؤثرة بذاتها، وإن كان يعتقد أن المؤثر هو الله عز وجل وإنما هي سبب فإنه مشرك بالله شركا أصغر. فيجاب عن هذا الحديث بجوابين. الجواب الأول: إن هذا الحكم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاصا بهذا الصحابي، وإنما هو له ولغيره، فمن وضعها معتقدا أنها مؤثرة بذاتها فقد أشرك بالله شركا أكبر، وينعدم عنه الفلاح مطلقا. لكن لا يسري هذا على الصحابي رضي الله عنه، وإنما يكون في حق غيره. الجواب الثاني: أن يكون عدم الفلاح في هذا الحديث جاء من باب الوعيد والترهيب، فيكون هذا الحكم مندرجا على هذا الصحابي وعلى غيره، بحيث يضع هذه الحلقة معتقدا أنها سبب لا على أنها مؤثرة، فيكون هذا الحديث من باب الوعيد. ونصوص الوعيد كثيرة، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، هذا من باب الوعيد. والنصوص في هذا المعنى كثيرة.